في خطط استباقية بين البلدين، وفي هناك تنسيق مستمر وتعاون بالنسبة لأي إجراءات تتخذ في بخصوص عملية تصدي للفيروس. بالنسبة للجسر الملك فهد، هناك طبعا أكيد بتكون في هناك يعني احترازات معينة مشتركة بينه وبينهم، كان في هناك في تنسيق بالنسبة لدخول الجسر أو الخروج عامة منه متى ما قدر عامة ذلك. وهناك في معايير واحترازات، الأهم فيها الذي يجب معرفة أن هناك سلامة يعني المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، هذه أولوية. وكذلك يعني في دول الخليج يعني هذه أمر مهم بالنسبة لهم، كذلك المملكة العربية السعودية كدولة شقيقة. فهل هناك خطط؟ إيه نعم، هناك خطط، هناك استعدادات موجودة، وهناك عامة دائما في تعاون مستمر بحيث أنه يكون في الحفاظ على صحة وسلامة الناس كأولوية، وبحيث لو كان في هناك فتح لهذا الجسر أو غيره، هناك في نظام معين مشترك إن شاء الله بينه وبين المملكة العربية السعودية. فأنا أؤكد أن مطار بحرين يعني الدولي الحمد لله في خلال الفترة اللي راحت لحد اليوم ما تم إغلاقه، ما غلق المطار، وإنما هناك في إجراءات احترازية ويعني أمور ومعايير وشروط معينة لدخول المسافرين إليه واستخدام هذا المطار. ويعني كل بلد لها هذه الشروط، لها هذه المعايير عامة لتطبيقها. فمطار بحرين بالعكس من أمور الإيجابيين ما تم إغلاقه، فالآن لإعادة استخدام بحسب الشروط والمعايير والاحترازات الموجودة بيستمر إن شاء الله بإذن الله بحسب الحاجة لاستخدام هذا المطار.